أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من نتيجة الصحافة، ونقرأ في عناوين حلقة اليوم: موازين القوى والمقاربات الدولية لتطويق الأزمة، الهجرة غير النظامية ودعوات لتفعيل اتفاقية اللاجئين، إعادة أعمار سرت وتجاوز مخلفات الحرب. ولتعليق مشاهدينا على كل هذه الموضوعات، أرحب بضيفنا عبر سكايب من تونس، مدير المركز المغاربي للأبحاث حول ليبيا رشيد أخشانة. أهلا وسهلا بك سيد أخشانة. مرحبا أستاذ علي، وتحياتي إلى مشاهديك الكرام. في ظل غياب أي مقاربة دولية واضحة من المجتمع الدولي لتطويق الأزمة، يبقى التذبذب سيد المشهد في المواقف الدولية إزاء الأزمة في ليبيا، وهو ما حدا ببعض المحللين لاعتبار السياسات الأمريكية والأوروبية عالقة بين دعمها المعلن لحكومة السراج وبين محدودية النتائج المرجوة من الجهود والموارد المستثمرة في حكومة الوفاق على حد تعبيرهم. ذكر الكاتب كريم مزران في مقال على موقع The Atlantic Council أن الخبراء في الشأن الليبي بصدد دراسة أفكار جديدة فيما يخص سياسات الولايات المتحدة حيال ليبيا، خاصة بعد زيادة سوء الوضع في البلاد وانتخاب دونالد ترامب كرئيس للولايات المتحدة. واعتبر الكاتب أن السياسات الأمريكية والأوروبية عالقة بين دعمها المعلن لحكومة السراج، وهي نتاج 18 شهراً من المفاوضات بين الفرقاء الليبيين برعاية الأمم المتحدة، وبين ملاحظة أن الجهود والموارد المستثمرة في حكومة السراج لا تأتي بالنتائج المرجوة، فما تزال سلطتها محدودة في نطاق أجزاء من طرابلس، كما يتناقض الدعم الشعبي الذي تحظى به بسرعة. وذهب العديد من المعلقين إلى القول إن الاتفاق السياسي الليبي قد فشل برمته، وتشعر العواصم الغربية بهذا المأزق، ما دفعها للبحث عن بديل يسمح بالخروج منه. أما القوى التي أخذت نظرياً على عاتقها دعم حكومة السراج، فهي الآن منقسمة على نفسها وغالباً في صراع مفتوح مع بعضها البعض. لذلك من الصعب تأسيس ترتيب واضح للقوى بشكل يسمح للمجلس الرئاسي بالعمل وبشكل يبدو مستقلاً في ظل هذه الفوضى، كما يقلل انعدام الاستقلالية من إمكانية اعتراف قوى الشرق المعادية بالمجلس الرئاسي. وبناء عليه، فإن المجلس الرئاسي وفي ظل الظروف الحقيقية التي يجد نفسه فيها لديه القليل من الفرص لتوسيع دوره في البلاد والنجاح في مواجهة الخصومة، وعلى العكس من ذلك تزداد قدرات قوات حفتر وحليفه مجلس النواب العسكرية والسياسية. سيد أخشانة، بداية الكاتب كريم مزران في طرحه أشار إلى عزم خبراء في الشأن الليبي على دراسة سياسات أمريكا في ليبيا. ما المتغيرات المنتظرة من سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ بالتأكيد ما أشار إليه الباحث الليبي كريم مزران هو قريب جدا من الواقع، باعتبار أن السياسة الأمريكية إزاء ليبيا ستتغير، وهي سياسة لن تتغير إزاء ليبيا فقط، وإنما أيضا تجاه المغرب العربي والبلدان العربية بشكل عام وفي مقدمتها سوريا. الإدارة الأمريكية الجديدة ستنتهج نهجا يختلف عن الذي اختارته السيدة هيلاري كلينتون بتقاربها مع بعض القوى السياسية في العالم العربي من أجل اتخاذها معبرا لما يسمى بالانتقال الديمقراطي. هذه المراهنة التي كانت للإدارة الأمريكية أيام أوباما وبقيادة وزيرة الخارجية السابقة أنهاها الرئيس المنتخب، وأعتقد أنه سينتهج سياسة أخرى تختلف عنها تماما. طبعا هناك ورشات عمل الآن ومخابر بحث أمريكية من أجل رسم المضمون المناسب لهذه السياسة، لكن بشكل عام الاختيارات تختلف تماما عن اختيارات إدارة الرئيس أوباما. نعم، طيب إن كانت هناك رغبة لدى ترامب في توسيع تحركات بلاده العسكرية في ليبيا، هل أن توسيع تحركاته على هذا القدر من البساطة، وهل تتوقع تحركا فعليا أمريكيا على الميدان؟ على الميدان هو مقائم الذات، يعني الآن الضربات الأمريكية التي بدأت في سرت وقبل ذلك في صبراتة
وغيرها، بالإضافة إلى محاولة تتويق ليبيا بمطارات تنطلق منها طائرات بدون طيار لمراقبة الوضع الليبي. كل هذا يدل على أن الولايات المتحدة ليست بعيدة عن الميدان الليبي، هي في قلب الميدان، ولكن في كل الحالات لن تتجرأ على أن يكون هناك تدخل بري لا من جانبها ولا من جانب إيطاليا أو فرنسا. هناك وجود فرنسي بالتأكيد، ولكنه في الخطوط الخلفية على صعيد خبراء عسكريين وبعض الضباط الاستخبارات لا أكثر ولا أقل، وبالتالي فالتدخل العسكري غير مطروح، ولا أعتقد أنه يحل المشكلة، بل بالعكس إذا كان هناك تدخل عسكري سيزيد من تعميق الأزمة ومن مفاقمة نتائجها وانعكاساتها على الشعب الليبي. نعم، طيب، يعني التحرك الأمريكي الذي أشرت إليه الجوي في سرت جاء في سياق ملف الإرهاب، ولكن ما مصلحة أمريكا من وراء هذا التحرك بعد القضاء عليه في سرت؟ هي تدرك أن داعش لن يقضى عليه من خلال الهزيمة التي تلقاها في سرت، بل بالعكس سيعيد تنظيم صفوفه ويشكل تهديدا ليس فقط لليبيا وإنما لدول الجوار أيضا، وبالتالي فالولايات المتحدة تعتقد أن المعركة ما زالت مستمرة مع داعش، وهذا أيضا هو تحليل العواصم الغربية الأخرى وفي مقدمتها فرنسا. ودليلي على ذلك أن وزير الدفاع الفرنسي جون إيف لودريون كان في أول أمس في القاهرة وتباحث مع كبار المسؤولين هناك فيما يتعلق بمستقبل انتشار داعش وتمدده بعد سرت في منطقة شمال إفريقيا. إذن هناك إدراك أن هذا الخطر قائم، وتتخذه منه العواصم الغربية للأسف ذريعة لاستمرار تدخلها في شؤوننا الداخلية بعنوان مكافحة الإرهاب. نعم، طيب، يعني في سياق الحديث عن أمريكا، الكاتب مزران رأى أن السياسات الأمريكية والأوروبية عالقة بين دعم حكومة الوفاق وبين عدم الجدوى منه، هل يمكن الحديث عن تحول ذلك الدعم إلى مسار آخر؟ بالتأكيد هناك كلام متواتر عن نوع من خيبة الأمل في حكومة السيد السراج، ولكن أعتقد أن السبب الرئيسي يعود إلى أن هذه القوى الدولية عندما أعطت ضوءا أخضر لحكومة الوفاق الوطني لم تعطها الوسائل اللازمة لكي تنفذ سياستها. لم يرفع مثلا الحظر عن الأسلحة من أجل أن تتحصل حكومة الوفاق على الوسائل التي تمكنها من فرض شوكتها وهيبتها في ليبيا. لم يسمح لها أيضا بتشكيل نواة لجيش وطني ليبي ممكن أن يسيطر على الوضع ويحارب الميليشيات وينزع سلاحها حتى تصبح هناك دولة حقيقية في ليبيا، وليس الأمر كما هو الآن غياب كامل للدولة وانتشار للميليشيات في مختلف المدن الكبرى. إذن الخطأ يعود إلى الدول التي تبنت اتفاق الصخيرات ولم تعطي الجزء الثاني من هذا الاتفاق ما يستحقه من اهتمام وعناية. نعم، طبعا هناك اليوم اجتماع في القاهرة بين نحو 40 عضو من مجلس النواب الليبي وبين السلطات المصرية، ولكن أعتقد أن هذه العملية ما دامت منفردة تقوم بها دولة واحدة من دول الجوار فلا أتوقع لها نجاحا كبيرا، لأنه لا يجب أن نجمع كل شروط النجاح لمثل هذه المبادرات، وذلك بأن تكون مبادرات إقليمية تجمع بين الجهود العربية جميعا وليس تنفرد. نعم، طيب، ذلك الاجتماع يوم الاثنين. طيب، لماذا ازدادت قدرات حفتر وحليفه مجلس النواب مقابل ضعف الفرص أمام توسع المجلس الرئاسي المدعوم دوليا لمواجهة خصومه كما ذهب الكاتب مزران في طرحه؟ لأن حكومة السراج قيدت ثم رمي بها في اليم حيث تسبح، لا تستطيع أن تسبح وهي مقيدة وليس بأيديها أي سلطات أو أي إمكانات عسكرية وأمنية. نعم، وفي المقابل حفتر السيطرة في طرابلس على الأقل. نعم، طيب، الكاتب نفسه على The Atlantic Council قال إن فشل الاتفاق السياسي دفع الغرب للبحث عن بديل يسمح بالخروج من هذا المأزق، أي البدائل أمام المجتمع الدولي في هذا التوقيت في تقديرك؟ لست أرى شخصيا أي بدائل ولا أعرف أين سيجدون هذه البدائل، لأن كل الأوراق جربت في ليبيا وهناك انقسام في النهاية بين فريقين كبيرين، والمشكل الأساسي هو كيف نجسر الفجوة بين الطرفين الرئيسيين المتصارعين في ليبيا من أجل أن يجتمع على مائدة واحدة ويضعان خارطة الطريق للخروج من الأزمة الحالية. وخارطة الطريق تكون بالدرجة الأولى
إما وفاق سياسي بين كل العائلات السياسية الليبية، أو انتخابات جديدة تمكن من بروز شرعية يعترف بها الجميع ويتعامل معها. نعم، وبهذا ننتقل مشاهدينا إلى المحور الثاني، ابقى معنا سيد خشانة وأنتم مشاهدينا. يقدر متابعون للشأن الليبي أن السيطرة قد فقدت على حدود ليبيا الستة مع الدول الإفريقية، وهو ما يفسر تزايد عدد العابرين إلى أوروبا. وفي ظل فشل المقاربات المختلفة لتطويق هذه الظاهرة، تنزلت المطالبة بتفعيل اتفاقية اللاجئين مع تركيا، وأخيرها الانتقادات التي وجهتها ميركل لتباطؤ تنفيذ هذه الاتفاقية، معتبرة أنه ما يزال هناك الكثير من العمل لوقف نشاط المهربين بصورة فعلية. ذكر موقع مجلة بلانيت في تقرير أن ليبيا أصبحت منذ فترة طويلة بوابة للمهاجرين من جنوب الصحراء على أمل العبور إلى أوروبا، لكن الآن وبعد أن أصبح البلد في حالة مأساوية تحكمه ثلاث حكومات متنافسة، فقدت السيطرة على حدوده الستة مع الدول الإفريقية، ما أدى إلى تضاعف أعداد المهاجرين، حيث يهرب الآلاف من النساء والأطفال والرجال الأفارقة من الحرب والفقر. وبين عدم الاستقرار وغياب القانون، يتعرض المهاجرون من جنوب الصحراء لسوء المعاملة والعنف والاتجار، حيث لا تصل المساعدات الدولية دائما إليهم بحكم أن كثيرا منهم محاصرون في مراكز الاحتجاز، غالبا في ظروف لا تليق بالبشر. هذا ويشتكي المهاجرون المحاصرون في ليبيا من سوء المعاملة، موجهين نداء استغاثة إلى المنظمات الدولية والحقوقية. وبخصوص الوسيلة لخروج هؤلاء الأشخاص من وضعهم المأساوي، يقول بيدرو سيرانو نائب الأمين العام لجهاز العمل الخارجي الأوروبي إن الوضع الليبي معقد للغاية، فالصعوبات الحالية لبسط سلطة حكومة وحدة وطنية تؤدي إلى تقليص نطاق عملنا. أما بالنسبة لعملية صوفيا فيقول ليست العملية لتشجيع المهاجرين على المغادرة، بل لإنقاذهم بطرق مختلفة. أولا، إنقاذه من الغرق. لقد أنقذت عملية صوفيا حوالي 30,000 شخص. ألقت اليومية الألمانية إيبوخ تايم في تقرير الضوء على موقف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من اتفاقية اللاجئين بين الاتحاد الأوروبي وتركيا وتأثيرها على تدفق اللاجئين. وأوضحت الصحيفة أن ميركل انتقدت بشدة تباطؤ تنفيذ اتفاقية اللاجئين بين تركيا والاتحاد الأوروبي، معتبرة أنه ما يزال هناك الكثير من العمل الواجب القيام به لوقف نشاط المهربين بصورة فعلية، بالإضافة إلى تأكيدها ضرورة مساعدة ليبيا في إرساء حكومة قد تكون قادرة على مراقبة سواحلها التي أصبحت مصدراً لآلاف المهاجرين غير الشرعيين تجاه السواحل الإيطالية بالخصوص. وبيّنت اليومية الألمانية أن ميركل اعتبرت أن آلية إرسال لاجئ من تركيا بشكل مشروع إلى أوروبا مقابل كل لاجئ غير شرعي يتم إعادته من اليونان إلى تركيا لا تسير على نحو صحيح. وأضافت نقلاً عن ميركل أنه ما يزال هناك كثير من العمل الواجب القيام به لوقف نشاط المهربين بصورة فعلية، وذلك في إشارة إلى حركات اللاجئين عبر البحر المتوسط إلى إيطاليا. كما أوضحت اليومية الألمانية أن ميركل أعربت عن تشككها حيال عقد اتفاقات مشابهة مع ليبيا أو تونس أو مصر، لافتة إلى أن المحادثات الخاصة بهذا الموضوع ما تزال في البدايات، وهذا يعني طبعا أنه يتعين علينا أن نساعد هذه الدول لأنها ستعاني جدا إشكالية اللاجئين. سيد خشانة، الصحافة الفرنسية كثفت مؤخرا من الحديث عن تفاقم الهجرة غير النظامية في الجنوب، وهنا موقع مجلة بلانيت الفرنسية أثار نفس الفكرة، وهي أن الجنوب أو جنوب الصحراء بوابة للعبور إلى أوروبا. كيف تقيم اهتمام الصحافة في هذا السياق؟ هي تهتم بظاهرة لم يتغير فيها شيء، بالعكس يعني هناك تفاقم ربما لهذه الموجات من الهجرة، ولكن الأمر قائم منذ سنة 2011 عندما انهارت الدولة الليبية وأصبحت الحدود مع بلدان أفريقيا المصدرة للمهاجرين أصبحت حدودا متاحة ومفتوحة أمام الجميع. بالعكس، في الفترة الأخيرة تكونت مجموعة من العصابات التي أصبحت تؤطر إن صح التعبير هذه الهجرة وهذا التدفق البشري، وتحاول أن تبتز هؤلاء المهاجرين من أجل الكسب المالي. إذن الظاهرة هي ظاهرة قديمة في الحقيقة، ولكن وسائل مواجهتها أثبتت دائما أنها غير فعالة
وقد حاولت أوروبا من خلال برنامج صوفيا وغيرها من العمليات البحرية أن تحتوي هذا المد البشري، ولكنها فشلت في ذلك. والسبب الرئيسي أنه ليست هناك دولة تستطيع أن تتحكم في هذه الهجرة، والدليل على ذلك أنه في تونس حيث هناك دولة وخفر سواحل تقريبا انتهت الهجرة غير نظامية من الحدود البحرية التونسية. نعم، طيب في ظل عدم وجود الدولة كما تقول وتفاقم الانقسام السياسي في الداخل، ما حجم تأثير فقدان الحكومات الموجودة السيطرة على الحدود ومنابع الهجرة غير النظامية كما ذهبت أيضا مجلة بلانت الفرنسية؟ علينا أن ندرك أن ما تطلبه أوروبا هو بالتحديد أن تكون هذه الحكومات في جنوب المتوسط حارسة للحدود الأوروبية. يطلب منا أن نقوم بهذه الحراسة بعد الحصول على زوارق وعلى وسائل تنقل بحرية تمكن من مراقبة الحدود. طبعا ليست هناك حكومة تحترم نفسها وتقوم بهذا الدور. هذا الأمر ممكن يدخل في إطار صفقة شاملة تعيد النظر في ملف الهجرة غير النظامية وتعود إلى أسبابه العميقة وتحاول أن تجد لها حلولا، ولكن هذا ليس الموقف الأوروبي. الموقف الأوروبي يريد إعادة المهاجرين الذين وصلوا إلى الضفة الشمالية للمتوسط إلى بعض البلدان، طلبوا ذلك من تونس، طلبوا ذلك من ليبيا، ولكن هذه الدول لا يمكن أن تقبل بأن تقوم بهذا الدور. نعم، تصوير وضع المهاجرين من الصحافة الفرنسية على أنهم يعانون العنف والاتجار وغيرها من المعاناة، إلى ما يمهد في تقديرك؟ وبالتأكيد هم يتعرضون لألوان شنيعة من المعاملة اللا إنسانية القاسية، والتي ظهرت في تقارير عديدة لمنظمات حقوقية تؤكد أن هؤلاء المهاجرين الأتين من أفريقيا يجمعون في بعض المعازل، في بعض المعسكرات في ليبيا، ويتعرضون إلى معاملات مهينة ومعاملات غير إنسانية. وقرأنا كثير من الشهادات في هذا الإطار. لكن في كل الأحوال المشكل في جوهره هو مشكل يتعلق بالتنمية في البلدان الإفريقية، يتعلق بغياب الديمقراطية والحرية في بلدان إفريقية مثل إريتريا مثلا، التي يهرب أهلها وشبابها من بلدهم لأنهم يتعرضون إلى خدمة عسكرية لمدة سنتين أو 3 سنوات إجبارية، بالإضافة إلى غياب الحرية تماما، فتراهم يهربون من بلدهم يتوجهون إلى ليبيا، عساهم يجدوا منفذا إلى أوروبا حتى يرتاحوا من الجحيم الذي يعيشون فيه. وبالتالي فالمشكل موجود في المنابت التي يخرج منها هؤلاء المهاجرون، وليس في النتيجة التي هي السواحل الليبية. واضح. طيب، الصحيفة الألمانية إيبوخ تايم نقلت موقف المستشارة الألمانية ميركل التي وجهت انتقادات للتباطؤ في تفعيل اتفاقية اللاجئين مع تركيا، ما حجم تأثير ذلك التباطؤ في تقديرك؟ وفي الحقيقة التباطؤ التركي كما قلنا هو جزء من السياسة التركية العامة إزاء الاتحاد الأوروبي. تركيا لا تتعامل بالتفصيل مع الاتحاد الأوروبي، لديها خيارات كبرى، وهي تدرك أن المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لإدماج تركيا في هذا الاتحاد لن تصل إلى نتيجة، وبالتالي فتركيا لن يسمح لها بالانضمام للاتحاد الأوروبي لأنها تشكل حوالي 100 مليون مسلم، بينما الاتحاد الأوروبي نادي مسيحي. هي تدرك ذلك وتحاول أن تلعب مع الاتحاد الأوروبي لعبة القط والفأر اعتمادا على ورقة الهجرة، لأنها تعرف أن ورقة الهجرة هي الرئة الرخوة للاتحاد الأوروبي، وبالتالي فهذا الملف لا يمكن أخذه بمعزل عن باقي الملفات المتعلقة بالعلاقات التركية الأوروبية. نعم، طيب، وهنا ميركل قدرت أيضا أن هناك كثير من العمل لوقف نشاط المهربين في البحر المتوسط، إلى أي حد يمكن أن تتوسع تحركات أوروبا العسكرية لمكافحة المهربين في ليبيا؟ هي توسعت في الحقيقة بشكل كبير خاصة في السنوات الأخيرة، يعني أوروبا بعثت أساطيل، والحلف الأطلسي لديه أسطول، الأسطول السادس الأمريكي أيضا موجود على مقربة من السواحل الجنوبية. وفي نفس الوقت أعداد المهاجرين تتزايد سيد خشانة. فعلا هي تتزايد لأن هناك ضغط بشري على السواحل الليبية بالدرجة الأولى آت من البلدان الأفريقية، والتقديرات يعني متفاوتة جدا، لكن تدور كلها حول ما يقرب من 800 ألف إلى مليون مهاجر يستعدون للتوجه إلى أوروبا، وهؤلاء يعني يجدون كثير من التجار
وشبكات التهريب المنتشرة التي تعدهم بالجنة الموعودة، ولكنهم يقعون فريسة نعم. وهل لها. من الممكن في هذا السياق أن تتغير أولويات أمريكا أو أوروبا عفوا العسكرية في ليبيا باختصار لو سمحت؟ هناك اتجاه إلى عسكرة مقاومة الهجرة غير الشرعية، ولكن حتى هذه العسكرة لا تستطيع أن تغطي كل السواحل الطويلة الموجودة على المتوسط، وبالتالي فهي خيار في تقديري خيار فاشل مسبقا. وصلت فكرتك سيد خشنة، وبهذا ننتقل إلى المحور الثالث والأخير، ابقوا معنا. تتجه الأنظار في الآونة الأخيرة نحو ما بعد الحرب في مدينة سرت، وفي هذا السياق عبر ممثلو المجتمع الدولي عن استعدادهم الفوري للمساهمة في مجهودات إزالة الألغام وإعادة الإعمار، وتطلعهم إلى أن يعود الحكم المدني إلى مدينة سرت من جديد. ذكر موقع شبكة الصين الإخباري في تقرير أن ممثلي المجتمع الدولي عبروا عن استعدادهم الفوري للمساهمة في مجهودات إزالة الألغام وإعادة الإعمار وتطلعهم إلى أن يعود الحكم المدني إلى سرت الليبية. واستضافت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اجتماعا حضره وزراء ليبيون بينهم نائب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية أحمد ميكيد وممثلون عن المجتمع الدولي لمناقشة الإجراءات التي ستتخذ لإعادة الحياة لطبيعتها في مدينة سرت بعد دحر تنظيم داعش. وبحسب ما أوردت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ناقش الاجتماع الخطوات التي يجب اتخاذها لكي تستعيد سرت عافيتها بعد عملية دحر داعش، إضافة لإجراءات عودة النازحين والاستجابة لاحتياجاتهم الأساسية. سيد خشنة، موقع شبكة الصين الإخباري شينخوا في تقرير له نقل استعداد المجتمع الدولي لإزالة الألغام في سرت وإعادة إعمارها، ما تقييمك لحدود الدعم الدولي في سرت؟ هل تعتقد أستاذ علي أنه من باب المصادفة أن الوكالة التي تنقل هذا الخبر وتركز على هذا الموضوع هي وكالة صينية؟ أعتقد أن الأمر ليس بريئا، هناك الآن تسابق إلى المأدبة التي تراها شركات الإنشاءات والعقارات الأوروبية التي تتصارع من أجل الفوز بأكثر ما يمكن من الصفقات لإعادة إعمار ليبيا، وهذه الشركات وأصحابها والقوى السياسية أيضا التي تقف وراءها يعني تتطلع إلى كل طوبة تسقط في ليبيا لكي تطير فرحا، لأن هذا يعني مزيد من الصفقات. أعتقد أن الصينيين مثل الروس مثل الأمريكيين مثل الأوروبيين لا يفكرون اليوم بعد سرت إلا في كيفية أخذ أكثر ما يمكن من العقود ومن الصفقات لإعادة أعمار ليبيا. وكل الحرب التي عشناها طيلة 5 سنوات تقريبا منذ الانتفاضة الليبية هي أيضا وراءها هذه الرغبة الاستراتيجية لهذه الدول في كسب أسواق كبيرة في ليبيا باعتبارها بلدا لديه مداخيل كبيرة ويحتاج إلى إعادة بناء بشكل واسع. نعم. يعني هذه هي النظرة في تقديري التي ينظر من خلالها إلى ليبيا اليوم. نعم، وصلت فكرتك. في نهاية الحلقة أشكرك ضيفنا، كنت معنا عبر سكايب من تونس مدير المركز المغاربي للأبحاث حول ليبيا رشيد خشنة، شكرا جزيلا لك. كما ننوه مشاهدينا إلى أن أنتج هذا البرنامج يكون بمعاونة المرصد الليبي للإعلام، شكرا لكم على كرم المتابعة، في أمان الله.